دلوقتي هنعمل مع بعض القرص بالشمر واليانسون بس مقليه. معانا كيكشيب هنعمل بيها النهارده، شركه دريم جايبه لنا كيكشيب هنعمل بيه قرص، وقرص مقليه. شوف بقى يعني جديد في كل حاجه، يعني قرص وكيكشيب وكمان مقليه، يعني بصوا بقى التطورات اللي احنا فيها. فايه معادلها بقى معانا؟ 3 كوبايات من الدقيق، 3 كوبايات من الدقيق، كوبايه الا ربع من السمنه، معلقه سكر، شمر وينسون معلقه صغيره معلقه صغيره، وخميره ولبن، هعجن بلبن، وطبعا هاخد كيس كيكشف بحاله على الثلاث كوبايات، ونبدا نقلب ده كله مع بعضه. كل دي نواشف اهي، ماشي خلاص؟ خدت ايه؟ 3 كوبايات من الدقيق، عليهم كيس كيكشف، عليهم معلقه من الشمر، معلقه من اليانسون، معلقه من السكر، رشة من الخميرة، وهنا كوباية الا ربع من السمنة افكها، ادي كده السمنة، بسم الله الرحمن الرحيم كده، وشوية من اللبن على السمنة، واعجن بقى كده. حلوه، انا مش عايزاها طريه قوي، انا عايزاها معقوله كده حلوه، يعني مش عايزاها طريه زي العيش، لا بصوا ما بتلزقش، ايديا نضيفه زي الفل فيها ازاي، خالص هي كده اللي انا عايزه اوصل لده. هسيب بقى دي تخمر شويه، وممكن شويه مش كتير زي ما اتفقنا، لان انا عندي كيك شيف هيقوم بالواجب كله، وافردها مش رفيع قوي لان دي قرص. انتوا خدتوا بالكم ان انا ما عجنتش فيها تاني خالص، انا زي ما هي كده قطعتها بس اتنين وابدا افرد فيها. بصوا بقى القرص دي اهي بقت قرص مربع مستطيله. بسم الله الرحمن الرحيم، ننزلها في زيت سخن مش مقدوح قوي،